يوم الجمعه. تدرون في الثقافه الدينيه يوم الجمعه جدا مهم. احنا نعتبر ان يوم الجمعه يوم عطله. يوم الجمعه مو يوم عطله، يوم الجمعه يوم عباده. ليله الجمعه، راجعوا المفاتيح. يوم الجمعه قبيل غروب الجمعه جدا مهمه. لحظة الغروب، الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها كانت تقول لفضة أو امرأة أخرى، على كل حال لواحد كان معها، اصعدي فوق السطح ولاحظي لحظة الغروب. القرص يكون نصفه تحت الأفق ونصفه في الأفق فوق الأفق. هذه اللحظة أخبريني، لأن هذه اللحظة جدا مهمة. الجمعة ليلا يعني الليلة جدا مهمة في الثقافة الدينية. بعض الآباء يولون ليوم الجمعة أهمية عملية، يذكرون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في عصر يوم الجمعة المرحوم الجد رحمة الله عليه وعلى الماضين منكم جميعا، ينقل أنه كان عصر يوم الجمعة ساعة كذا قبيل الغروب يخصصها للعبادة والتضرع والمناجات. هذا يأثر عندما الطفل يشوف أبوه أمه يهتمون بيوم الجمعة، هذا يدخل في منظومته الفكرية والثقافية والنفسية.